يلا معكم اخوتي اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج حكايه قديس حكايتنا لليوم وحكايه قديسنا الرائع العظيم اللي بنحبه كثير اليوم هو ابونا او حكايه ابونا نعمة الله الحرديني اليوم القديس الحرديني بلبنان صار معروف جدا اكيد عبر العالم صار معروف جدا وهذا الشيء لاجل فضائله لاجل ايمانه القوي وكمان من اجل اخوتنا المؤمنين اللي عم ينشروا رساله ربنا يسوع المسيح بالعالم كله ورساله وقصص القديسين. انا اليوم عم وتشوفوني طبعا عم بالروح وتشوفوني عبر نور الشرق وطبعا للامه اللي بنحبها كلنا التيلولوميير عبر العالم كله. وعم قصه القديس ما إلي كتير فضل قاعد على كرسي وعم بنقل حكاية قديس وما إلي أي فضل أو أي عمل استثناء إنه عم بنقل أنا مرتاح وقاعد بالمكيف قصة القديس الحرديني وهذا العمل أنا بعده صلاة صغيرة بصليها أمام القديس الحرديني اللي عانى من الشوب اللي عانى من البرد اللي عانى من قهر النفس اللي عانى من أمراض وكان يتغلب بقوة ربنا يسوع المسيح على كل هول كان يتغلب بقوة إيمانه بالصبر اللي عنده بهيك هالقوه اللي ما بنشوفها الا بالقديسين نحن ما عم نعمل شيء الا انه عم نحكي القصه حتى تنتقل لكم وكمان انا ما عم بعمل شيء قدام اللي حمل القصه وراح على الفاتيكان على ايطاليا حتى يقدمها من قبل ومشاق السفر كمان ما شيء قدام اللي عم يروح من لبنان بطياره او بالبحر وينقل قصص القديسين اللي عاشن بلبنان ويحكي عن لبنان نحن هون عم نحكي نحن ومرتاحين مش عم نعاني الام المهجرين ولا الام المخطوفين انما عم نحكي ومثل ما قلت لكم انه عم بجرب تكون صلاه صغيره امام القديس اللي بصلي له حتى يباركنا جميعا وبارك كل المتالمين والمعذبين واللي عم يسافروا واللي موجودين بلبنان حتى يبارك كل حاجيتهم منبلش حلقتنا على اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين سلام الرب يسوع معكم بقلوبكم جميعا هيدي الحلقة عم بتكون طبعا مباشر فيكم تتصلوا بقلب الحلقة رح تمرق طبعا الأرقام التليفون بتتصلوا فينا بتشاركوا بنيه او بصلاة معنا بحكاية القديس. بدي بلش اليوم ونحكي شوي عن حردين الضيعة اللي طلع منها القديس الحرديني البعض بيعرفها البعض زارها البعض ما راح عليها انما بشفاعة القديس الحرديني كلنا سمعنا فيها كلنا عرفنايا وكأنه عشنا بقلبها بدون ما نروح عليها من محبتنا لهالقديس عشقنايا اللي بتطلع الأرض اللي بتطلع هيك قديسين بتعشق بتحبوها هيدي الأرض اللي بتطلع هيك قديسين هيدي الأم مشان هيك نحنا منقول يبارك البطن اللي حملك فشو منحكي كمان عن أمنا مريم العذراء اللي بعد كم يوم عيدة واللي حلقة الجاي بحكاية قديس رح تباركنا أمنا مريم العذراء ورح نحكي عنها حردين التسميه سريانيه قديمه حردين الى تفسيرات اخرى انما التفسير اللي بيعتمدوه المؤرخين هو معناه حاره ودين اي الدين الحار الدين المشتعل شوفوا اسم الضيعه شو جميل حردين حار ودين الدين اللي مشتعل بقلوبنا بقلوب المؤمنين شوفوا هالضيعه هاي اللي ما بتعد كتير كبيرة إنما المفاجأة بتكون إنه بتحمل 30 كنيسة ودير يعني وكأنه كل عائلة عم تبني كنيسة شوفوا قديش جميلة هيدي الضيعة ضيعة الصخر ضيعة الصلابة صلابة الإنسان المؤمن اللي كانت كلياتها أديرة وكنايس فكيف ما بدون يسموها ضيعة الدين الدين الحار الدين المشتعل فحردين طلعت الدين الحار أو الإيمان القوي إذا بدنا نقول هلأ الإيمان المشتعل بمحبة ربنا يسوع المسيح قلنا ضيعة الأديرة والكنائس ترتفع عن الأرض ألف ومئة متر يعني كانت يصير فيها تلج يصير فيها سقعة إنما غير مرتفعة آه كثير القديس آه الحرديني كان بوقتها صغير أخواته هلا بنقول قديش شو الاخوه وهو طبعا من عائله كساب القديس نعمه الله كساب الحرديني وبنقول مثل حلقه الماضي كان اسمه يوسف كمان مثل مار شربل يوسف القديس الحرديني يوسف وقلنا هذيك المره الاخ اصفين كمان يوسف شوفوا قديش تسميه مار يوسف كانت تبارك ضياعنا حردين بنحكي عنه وبنقول كمان انه اول ضيعه عرفت المسيحيه بلبنان وكانوا يتفاخروا فيها يقول لك انا من حردين لما القديس الحردين راح يعرف عن حاله انا يوسف من حردين كان يقولوا اول ضيعه عرفت المسيحيه وما كان يتاثر ضيعت فيها 30 كنيسه فيها 30 كنيسه ودير حردين اول ضيعه عرفت الايمان فيها رهب قديسه فيها خوارن كتير من كل بيت بيطلع اثنين او ثلاثه منها كل هالشي هيدا ما كان ابدا مأثر نعمة الله ابدا 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 لانه كان يعرف كثير منيح انه الشاطر اللي بخلص حاله انا شو حيجيني اذا كانوا كل اخوتي قديسين وخوارني وانا طالع مش منيح فكان ما يعتمد على ضيعته انه هي ضيعه قديسين او أديورا او كنايس فرحان كثير بضيعته انما بدو يشوف هو شو بدو يعمل كمان للرب الله كثير عالي اخوتي لشو اليوم حتى انا اروح صلي البنايه كلها راحت الضيعه كلها عم بتصلي بقعد انا عال في ناس كتير، لا بدنا نشوف انت شو عم تعمل الحرديني بده يشوف هو شو بده يقدم للرب خيو راح على الدير آه، اخته راحت عملت راهبة هو بده يشوف هو انه ثلاثه اربعه انا اخواتي راحوا عملوا رهبان وهيك خلص انا فايت على السما لا هي الامر مش بالواسطه انه يلا انا خي مسؤول هون بقدر يفوت منا بالو... مع الله مش هيك ابدا ما من... منا بالواسطه اللي معمول فيها حاليا ببلادنا او بلاد العربيه او حتى برا انه بيو مسؤول من فوته خيو لا هيدي الحرديني شافها كثير منيح والحرديني كان من بيت آه يعني معهم مصاري من بيت آه يعتبر اكثر من, من من متوسط بيو كان يتبرع للناس وبيو كان على طول خور الضيعه وخور الرعيه يعتمد عليه كانت حالتهم ميسوره حالتهم ميسوره مثل ما قال مارشال إلنا بالحلقه الماضيه اذا انا رايح هرب من الدنيا او زهقان مسمرني عند الباب ما تخليني اروح ما كان بحاجه يشيل قديس الحرديني اللي بده اياه كان وصل طبعا على مستوى هلا يعني على مستوى الماضي اللي بده اياه كان وصل كان عندهم رزق كتير وعمهم مات اعزب وترك لهم كمان رزق دوبل والبي اجى يقسم انه يا جماعه طلعكم صار كتير عمكم ترك ليوسف ترك للياس كذا، ترك لأنطونيوس كذا بقول انا اسامي الأولاد يعني تخيلوا بعد ثروة اجت على ثروة وكان شاب كتير مشهور بالضيعة بقديش اخلاقه وقديش اموره منيحة كان بيقدر يوصل لأحلى المراكز لأهم المراكز ونحكى بالـ بالـ بالأمر كتير إذا الاب اسمه جريجيس كساب الام اسمها مريم ام وبي أتقياء جدا جدا الاولاد عساف يابو عساف كان اسمه البي عساف الكبير عساف انطونيوس والياس والصغير يوسف من بعدها طبعا رح نشوف هلا انه رجع صار في عنده ثلاث اخوه زياده بنتين وصبي ولد القديس سنه 1808 كان من الولاده تقيا ويخاف الله قلت لكم انا القديسين هول من ولادتهم رهبان كان ينزل على البستان يشتغل نص ساعه يصلي نص ساعه بده يرعى البقرات يقول لرفقاته ديروا بالكم على البقره يروح على المغاره مثل ما كان يعمل مرشربل ويصلي حياته صلاه من هن وصغار بعتوا بيو على مدرسه للرهبان تعلم انه يقرا ويكتب حتى يقوى اكثر ارسلوا ابوه لعند جده بي امه اللي كان من تنورين واللي كان كمان بيحمل اسم يوسف وهذا الجد كان كتير يحبه ليوسف الصغير فبعتوه لعنده وقعد عند جده بي فترة لا بأس فيها وتعلم من خلالها كثير خاصة السرياني وخاصة قراءة الانجيل والطريقة من جده التقي اللي كان جده كثير مهم بتنورين رجع على حاردين لحتى يشوف انه خيه الياس سبقوا على الدير وقال لهم لأهله قولوا له ليوسف انا سبقته خيه الياس اللي صار بعدين بونا أليشع واللي كانت تقريبا من مؤسسي محبسه اللي قعد فيها مار شربل واللي شربل كمان طلع على المحبسه ويقال انه اخذ نفس اوضه اللي كان فيها عايش اللي كان متوفى حديثا ابونا أليشع اللي هو كساب اللي هو الياس خيو للقديس الحردين، شوف الروعه بحياه القديسين وشو هال يعني القدره الالهيه اللي, اللي خلتهم يتلاقوا ومع بعضهم وياخذ بنفس المحبسه ونفس الاوضه واللي كان على طول بيقولوا انه آه الابونا نعم الله الحرديني القديس الحرديني حكي مع خيو أليشا انه عنده تلميذ عم بيقول لي بده يستحبس بده يطلع المحبسه شو رأيك؟ فكان ياخذ رأيه فلما كانوا يقولوا انه يقعد يحكي آه القديس شربل مع القديس نعم الله الحرديني ويسألوا ابونا شربل القديس شربل لنعمت الله الحرديني ويقول له شو رأيك بالمحبسة؟ مش أحلى إنه الواحد يقضي وقته بالصلاة أحسن من نلتهي بين الناس هون وفي ناس كتير أوقات بلهونا عن الصلاة، شو رأيك؟ بضل ككاهن بالرعية بعمل كاهن رعية أو بطلع على المحبسة. أنا حابب المحبسة. فكان يقولوا إنه قديس الحرديني يجاوبه إيه أبونا أليشا إيه المحبسة منيحة يعني، يجاوبه كأنه عم يحكي مع خيه، لأنه كان نفس الحديث يصير بين عم طلع الحرديني وبين أبونا أليشا. آه وشوفوا انتم حياتهم او رفقتهم مع بعضهم شو كانت الاحاديث اللي تصير يعني نحن ما بنعرف بس بنقدر نتوقع انه احاديث قديسين مع بعضهم شو عم بتكون يمكن لو قدر لنا نعمه انه كنا نسمع كنا كثير منيح نتعرف من ساعتها على ربنا يسوع اكثر على ملكوت ربنا اكثر وعلى تفسير لاهوتيه رائعه جدا وخصوصا بمعلم اللاهوت الكبير ابونا نعم الله الحرديني اذا سبقه اخوه الياس وصار اسمه اليشا عبدال وكان صار عنده بهيدا الوقت اخوه اثنين بنات وخي صبي الصبي سموه يعقوب والاخوه كان اسمهم مريانا واخ واخت كان اسمها مسيحيه اخت مريانا واخت مسيحيه طبعا هالاسامي صارت قليله نسمعها هلا بوقتنا لما القديس صار عمره عشرين سنه قرر بساعتها بنعمة خاصة من ربنا يسوع انه يروح على الدير وفعلا كانت الام كثير مرحبة والبي كثير مرحب خاصة عائلة تقية وبيهمن انه يروح معن انه يروح من عندن من البيت لدرجة في ناس بتخبر عن امه لابونا نعم طلع الحرديني لما سألتها جارتها صار من عندك من البيت رايح اثنين فقالت لا انا عبصلي تيروحوا كلهم هيك بيتنا يكون كنيسه كنيسه صغيره كلهم يكونوا خوارني ورهبات شوفوا الام شوفوا الام اللي على طول على المخبز ابانا والسلام على طول على الغسيل عم بتصلي على طول على بتقول يا رب يطلع اولادي كلهم خوارني ورهبان يطلعوا يعني يعني شوفوا انه كان فرحتها عندها اثنين خوارني وعندها راهبه وبعدها عم بتقول يا ريت يروحوا الكل خلي نعمل بيتنا كنيسه وهالامر تحقق للام التقيه لانه رح نشوف هلا اللي بيزور حردين الرهبنه اشترت البيت وتحول لكنيسه سبحان الله اذا بعمر العشرين راح على دير القديس انطونيوس اسحيا سنه 1828 بواحد 11 اختار اسم جديد لأدم صار اسمه ابونا نعمة الله اللي جاي من حردين ابونا نعم الله الحرديني رئيس الدير قال له يا ابني شو جاي تعمل؟ على شو عم بتفتش؟ قال له على خلاص نفسي ورضا الرب وملكوت الله وانشر كلمه الانجيل وعم بدور على مجد الله، مجد الله رئيس الدير قال له نحن بنخلق من جديد هون بدك تكون باسم جديد فبيجاوبه ابونا نعمت الله الحرديني قال له انا حاسس وجودي معكم خلال هالاسبوع لانه بيعطوا مهله اسبوع وبيرجعوا بلبسوه توب، الابتداء فقال له ابونا نعمت الله الحرديني انا بحس معكن ومن وقت ما جيت حسيت معكن بنعمة كبيرة عطاني اياها الله فخليني يكون نعمة الله لانه انا حسيت حالي بنعمة كتير كبيرة هون يعني اخذ اسمه من الشيء اللي حسوا بالدير امر كتير رائع والخيار اللي اختاره كان رائع جدا كان يمتاز بحكمة وبذكاء مهم وخاصة انه نقى تعليم اللاهوت اللي كان بده كتير علم وكتير معرفة لغاية هلأ فكيف من قبل الوسائل ما كان فيه يفوت على جوجل وشوف شو عم بيقول القديس فلان أو القديس فلان من أوروبا من الكتب اللي مكتوبة بالسريانة اللي مكتوبة بلغة إسبانية يونانية جاي من كل العالم كتب على الدار وهو يصير مسؤول عن هالكتب وتعلم كمان الخياطة وخياطة الكتب ودرس الكتب وكيف بده يجلدها هذا الأمر كتير ما كان مثل هلا منروح عند حيالله مكتبه بجلد الكتابه بدقيقتين ويا ريت بقدر بنطر يعني بكون بعده عم انو انه روق بدها رواق لوين مستعجلين؟ لوين بتكون توصلوا وتروحوا؟ مش رح توصلوا لابعد من اللي وصلوا بنا نعم الله الحاردين وكلهم قالوا انت كمان فيك تكون قديس درب القداسه ما بدها السرعه درب القداسه بدها تمشي عمهلك مهلك وتتطلع بالإنسان اللي ماشي على يمينك وشمالك كيف فيك تساعد كيف فيك تقاوم الشر كيف فيك تروق بعجقة السير كيف فيك تصبر عن الصابين اللي عم يسرقوك بالبلد ليل ونهار كيف فيك تصبر على قطعة الكهرباء والمي منعصب نقول مع ألامك يا يسوع بتخوف هالكلمة قد ما قد أدمنى, أدمنى تقيلة مسؤولية عظيمة أنت تتحمل هيدي الألام بدك تدرس خطوتك مزبوط برواق ما في جوجل كان معن شوفوا كيف كان يدرسوا على رواق تطلعوا احسن منا واشطر منا وبيعرفوا باللاهوت اكثر واذا بسألوا لابونا انا عم اطلع الحرديني اي كلمه عن اي امر لاهوتي او تفسير كان يقولوا شو كان يفوت على جوجل وبيشوف <applause> <applause> رجعوا شوي روقوا خدوا الامور برويه طولوا بالكم على اهلكم طولوا بالكم على محيطكن اللي ممكن ما يكون بعد عنده هالمعرفه اللي عم بتصير عندكم وهون كمان بنخاطب اللي عم بيعمل راهب جديد او كاهن جديد او شيء حتى يتمثل وشوف هالقديسين كيف عاشوا وكيف كان وضعهم كيف كانوا عم يعيشوا نحن هلا بعصر عم نرتاح كتير وعم نفوت نعمل بحوث وعم نفوت نشوف العالم كله صار صغير انما العالم قد ما صار صغير اذا مش بالصلاه وبرواق واخذته بروحانيه القديسين مش رح تقدر توصل لمحل لو الطياره بدها تاخذك من هون لاستراليا بكره بساعتين ما بتوصل لمحل لمحل اللي لازم توصل اذا بتوصل لمحل اللي ما لازم توصل بتكون ما وصلت لمحل وقد ما تضحك وقد ما تنبسط هيدي الامور سنويه بتصير لك اذا ما كنت عارف انت فرحك منين جاية وضحكتك منين جاية اجمل ضحكه كانت ضحكه القديسين اجمل ضحكه كانت ضحكه ربنا يسوع المسيح صلوا بتشوفوا بتعرفوا قديش ضحكتهم كانت حلوه قديش ابتسامتهم كانت حلوه يا جماعه اذا بنوقف هلا قدام واحد بتقولوا لك شو بشع اذا بيتضحك بتنبسطوا كيف القديسين واللي قلبن عليكم وربنا يسوع امنا مريم العذراء هالابتسامه اللي كانت عندن بتسموا صلوا على طول بتوصلوا محل ما لازم تكونوا رايحينه بالصلاه بالايمان وبالتعمق بقصص القديسين والرسل صدقوني بتعيشوا بعالم تاني بتفوتوا بعالم تاني بس تفوتوا تشوفوا قصصهم عالم تاني رائع تراتيل اسمعوا تراتيل ترانيم قد ما بدكن بتعيشكم بعالم تاني وما بتهربوا من الواقع بالعكس بس اسمع انا الترنم بصوت بصوت كل هالاصوات حلوه ما بدنا نسمي يعني عنا كثير اسم الله عليهم بتصير تشوف ايه خيك الفقير اكثر مش انه بعيش انا بهرب من الواقع ما بهرب من الواقع الانجيل بعيشني بالواقع اكثر اللاهوت بعيشني بالواقع اكثر قصه ابونا انا عم طلع الحرديني بتعيشني بالواقع اكثر الواقع اللي لازم اعيشه اذا نختار اسم جديد وهنيك تعلم تجليد الكتب والخياطة بدير القديس أنطونيوس النضور اللي الرهبانية كانت سنة 1830 بأربعة تشرين الثاني تابع دروسه اللاهوتية والفلسفية بدير ماركو بريانوس ويوستينا اللي هو مشهور باسم دير كفيفان صار هلا هناك ومن بعد ما خلص وتخرج صيم كاهنا رسموه كاهن بدير كفيفان بتاريخ خمسة وعشرين كانون الاول الف 25 وخمسة وثلاثين خمسة كانون الاول شوفوا التواريخ كانت الكنيسة كتير تحب ترسم بالاعياد خاصة بعيد الميلاد بعيد الصليب بعيد الرب هيدي المناسبات كان ينطروا مناسبة ويرسموا فيها على فكرة هاي بعد ما عمول فيها لهلأ وتفضل الكنيسة يكون رسامتك بعيد للكنيسة آه بكفيفان اذا سويم كاهن سنه 1835 بوضع يد المطران سمعان زوين. كان يأمن التعليم للأولاد ويساعد بخدمة الرعاية المجاوره، شوف شو كان يعمل، نحن هلا بنقول ما عندي وقت حتى ألف ساندويش. كان يأمن تعليم للأولاد كلهم بالمنطقه ويساعد الرعاية المجاوره، وبيجي هلا خوري بعده ما صار سنتين أو سنه، بيقول لك ما عندي وقت، ما عندي وقت زور مرضى، ما عندي، ما عليه يا شوي. كلنا مغلط وكلنا ما وقت بس خلي الناس تشعر بوجودك خليها تشعر انها عم بتزورها ابونا انا عم طلق الحرديني كان ملحق على كل الرعايا والخي وروح مشي ويجي مشي ما عندنا عذر اذا حدا قال لي تعال صلي لي ما روح. ما في عذر مني وجري خي انا هلا على الهوا عم بيقول لي تعال صلي لي وبقول له مني فاضي ما عندي عذر بدي اعطي موعد جاي الساعه 7 جاي الساعه 8 اكيد ابونا عم طلق الحردينة كان يزبط وقته يعني كان يقدر بعد التعليم يروح يزور بس ما عندي أبداً عذر إنه ما زور مريض أبداً ما عندي عذر ما زور مريض من الآخر يعني وهيدي ربنا يسوع المسيح شايفها والقديسه يوستينا كتير حكيت عنها بطريقة مفصلة وين عم بيصيروا منيح أنت كاهن ما بتزور مريض ما بتزور ما بتعمل زيارة لناس فقرا بتفضل ناس تانيين يعني هيدا ما هيدا منو عذر وحتى أخوتي انتم كمؤمنين ما عندكم عذر ما تزوروا مرضى ما تزوروا ناس بحاجة ما في عز خاصة الناس اللي بتعرفون ما عم لك اخي روح زور حدا ما بتعرف مع العلم لازم نزور المهجرين ونزور كلهم ونساعدهم على قد ما فينا مر بطرس قال له للمريض قدام الهيكل قال له انا ما معي شيء اعطيك بس بقدر بعطيك ربنا يسوع المسيح شو قلت؟ قال له ايه صار يقشع كان اعمى ما عطى لا دينار ولا ليره ولا شيء قال له انا اللي عندي اياه بعطيه انا عندي ربنا يسوع المسيح بتقبله. قال له بقبله قوم غسل وجهك صرت تشوف يا ما في ناس منا عميان صدقوا صدقوا عميان ما بقشع انا جاري اللي بحاجه ما بقشع حدا ايه ما بقشع لو كنت رجل دين لو كان رجل ما بيقشع بده مربوط بطرس يرجع يذكر وينجزه ما بيقشع وفي كتير ناس تقشع يا ليه هيدا بيقشع وهيدا ما بيقشع شفتوا هيدي نعمه الله اللي لازم نحنا نركض وراها وان شاء الله بالسنه سنه الرحمه الالهيه بركة بنتعلم كلنا كهنه ومؤمنين كيف نقشع اكثر حلو هالحلقه هيك مع ابونا نعم طلال الحرديني نتعلم نقشع اكثر اذا كان يامن التعاليم وبين ألف بين سنه 1838 و 1845 عين مدبر للإخوة الدارسين في دير كفيفان عينوا الكرسي الرسولي مدبرا عاما للرهبنة على ثلاث مراحل كان مركز الرئيس العام انا بسيد الطميش كثير كان يحارب ما بده يكون رئيس وما بده يكون مسؤول وعلى بامر الطاعه يصير يقبل انه يكون هو مسؤول كان مش تهربا من المسؤوليه انما تواضعا هلا انا بعمل مشكل مع رفقاتي انا بدي استلم تخيل تواضعا انت قاعد على جنب قديس قديس عم تعمل مشكله تستلم انت سنت او بكون من درب غيرك يعني انه بتصير تحرتي على اللي اعلى منك حتى تزيحه حتى تجي انت يعني هيدي شغلة للأسف موجودة بس للأسف كمان قلت لكم هاي الأمور حتى تحكي على اللي فوقك توصل محله ما بتوصلك لمحل لو وصلت بعدنا عم نحكي لو وصلت بتكون وصلت على الهاوية مش على المسؤولية سنة 1840 عين وكيل بدير مرمرون عنيا شوفوا وين بدير مرمرون عنايا شوف قديش بنحب هالمحل هيدا كان وكيل عليه و 1849 بس بدي اقول انه 1840 لما عين مدبر لدير مرمرون كان بوقتها عم بيصير ثوره العاميه 1800 صيف 840 اللي عملوها الرحابنه المسرحيه الشهيره فشوفوا البلاد قديش كانت تعاني من مجاعه ومن جوع ونقصت المونه وقتها بالدير بعثوا ورا ابونا عم يطلع الحردينة صلى ورجعت كتره المونه بالدير هي من ضمن العجائب اللي عملها هو بعده على بعده معنا بالدنيا على قيد الحياة كمان الموني ما عاد انقطعت من الدار وقت اللي كانت الحروب ماشية وكلنا بنتذكر الأتراك والجرائم اللي عملوها واللي رجعوا استمروا فيها حتى تهجروا الأرمن والسريان وكملوا بجرائمهم إلى الآن كان يتابع التعليم بدير كفيفان للإخوة بيعلم اللاهوت الأدبي وكان من أهم تلاميذه القديس مارشربل الحبيب من أهم تلاميذه القديس مارشربل آه ونمت بيناتهم طبعا صداقه قويه. ب كانون الاول 1858 انصاب بمرض اسمه ذات الجند شو هو هذا المرض هلا؟ هلا معروف بالتهاب الرئوي، صار عنده التهاب رئوي انصاب بسبب قوة الرياح الشمالية اللي كانت تضرب الدير بهيداك الوقت. آه مات بالجسد سنة 1854 ب 14 كانون أول. تتعرفوا قديش كانت الكمان ساعة أه وكان شعاره دائما القديس الحردين الشاطر اللي بخلص حاله وطبعا كان من الناس اللي واقفين على جنبه لما كان مريضه عم بيموت أه أبونا شربل القديس شربل شاف معلمه أه كيف عم بيموت موتة القديسين وشاف كيف بيموتوا القديسين وشاف كيف بيعيشوا القديسين وشاف كيف ما بيموتوا القديسين بقلوب العالم وسمع كيف العالم بجنازة عم بتقول عن أبونا عم بطلع الحرديني قديس كفيفان شايفة قدامه العالم بتطوب القديس قبل الكنيسة وبترفع القداسة قبل الكنيسة وساعتها الكنيسة بتجي بتبحث وبتشوف تعو تنشوف هالعالم شو عم تعمل بليلة اللي مات فيها شع قبره بالنور وضوى على الضيعة المجاورة صار يجوا من كل حدب وصوب حتى يشوفوا قبر القديس كان شعاره شاطر اللي بخلص حاله لنفسه وبعدنا عم اقول لكم شاطر اللي بخلص نفسه من الاول تنتبه كيف بدك تخلص حالك وين مصلحتي مصلحتي وين مصلحتي مصلحتي انه اسرق واقطع المي والكهرباء عن الناس مصلحتي انه ما اتعامل منيح مع جيراني مصلحتي انه ما اروح على الكنيسه شوف شو مصلحتك واعملها شوف شو مصلحتك واعملها بس بالاخر حتى عظامك مش رح تاخدهم معك حتى الاعضاء مش حتاخذيهم مش حتاخذهم معك باقيين هون لانه انت مش ابن حياه انت ابن السماء بدك تشوف شو بدك تعمل من بعد ما تروح من هون انت كسفير وين مصلحتك وكيف بدك تخلص حالك ساعتها هي بدك تشوفها بعدين كان يلقب نحكي كم لقب عنه كان يلقب بالراهب القانوني وكان يقولوا عنه الرهبان القانون الرهبان الحي كان القانون الحي اللي يمشي قد حافظ القانون قد ما كان يتصرف على القانون كان يسهر دائما ويسجد للاربان ساعات طويله ما كان يقبل إلنا بالوظائف الثقيله ما كان يحبها كان زاهد بكل شيء طعام ملبس نوم مسؤوليات هيدي كمان عم نشوف ايقونات لحيب قلبنا القديس نعم الله الحرديني بركته تكون معكم جميعا، صلاه تواضع صبر تحمل اعباء كان قلبه مشدود دائما للكنز السماوي لنور وجه يسوع المسيح، حب العذراء كتير صلى للعذراء وكان يصلي لها دائما وحتى كان يشوف نور عطول اللي كان يشع وينور له الطريق ودربه كان يستشير بكل شيء يا عدرا شو بدي أعمل قليلي ونوريني بنعمة ابنك تقاطر المؤمنين إلى قبره من كل صوب طالبين النعم والبركات تقدمت الدعوة تطويبه لروما ب 14 أيار سنة 26 طبعا 1926 أعلنوا يوحنا بولس الثاني حبيب الشعب اللبناني مكرما سنة 1989 ب 7 أيلول واعلنوا طوباوي ب 15 ايار سنه 98 بعد الشفاء شاب اندري نجم من مرض السرطان واعلن قديس للكنيسه الجامعه ب 16 ايار سنه 2004 بعد تثبيت اعجوبه شفاء السيده روز سعد من العمى تحتفل الكنيسه المارونيه بعيده ب 14 كانون بامن الرهبان طبعا والرهبات الخدمه الروحيه دائما ببيت القديس وعملوه كنيسة وصاروا يأمنوا اشترطوا الرهبنة سنة 73 عملت على ترميمه وتحول لمزار ب 15 ايار سنة 98 يوم اللي اعلن الاب نعمة الله طباوي ومن وقتها عم يصلوا بهيدا البيت العظيم بيت القديسين ابونا اليشع اخته الراهبة وهو امه طبعا القديرة واللي هي كان لها اليد الطولة بارساله انما انا في ناس سالوا ليش ما آه تم آه الاخذ باعجوبه الامراه الدرزيه اللي ابنها مات آه على الطريق واللي كانت تندر لابونا نعم طلال الحرديني ما كان يجي اولاد جرتها المسيحيه قالت لندري للقديس آه كفيفان كان بعده ميت آه وقت قصير يعني وبعده قبره مكشوف فندرت حبلت باول ولد وقالت له لجوزها قال له اوكي بناخذه إجا اول ولد ما اخذه مات إجا تاني ولد ما اخذه مات إجا الثالث ومرض قام حس بالسخن اخذها وصلوا على المدفون مات الولد هي وحملته اعطيني اياه يا مرة ما بعطيك اياه اعطيني اياه يا مرة ما بعطيك اياه توصلوا طيب لفوق وصلوا وحطته قدام قبره اللي عم الله الحردين ابونا القديس وقالت له انت اعطيتني اياه وانت اخذته استفل هيدا أحو عندك انت بتستفل فيه وطلعت عم تبكي برا واحد من الرهبان بعد شي ساعة طلع قال يا مرة هيدا انت ابنك اللي تركتيه جوا قالت له ايه قال له قومي تلا الدنيا صريخ قامت بشكرك بشكرك ابنك ميت احتفلوا الرهبان معه هلا هيدي القصه انا بتركها بين ايدين الكنيسه ليش ما او يمكن لانه بوقتها كتبت بالسجلات القديمه وقت اللي راحت على روما رجعوا طلبوا اعجوبه جديده مشان يطوبوا قديس انا ما بعرف ليش يعني ما مع انه قديس اول ميت وهيدي اعجوبه تعتبر من الاعجيب العظيمه والكسيح اللي اجاه كمان كان كمان كسيح ورجع صار يمشي بس كل هول كانوا قديما بفتكر ربطوا بالدعوه اللي راحت على روما وبفتكر رجعت يعني هي اجتهاد مني انه رجعت الكنيسه قدمت انه بدها شيء جديد هلا يعني اعجيب جديده لان نعرف قداسه بدها ثلاث اعجيب فصاروا عن جديد انما اكيد الاعجوبه اللي صارت قبل وكل الامور اللي عملها ابونا نعم طلق الحرديني بالاف العجيب ما نحكي عنا بموضوع التقديس بوقتها مع العلم انا بقول لكم انا شخصيا بعتبر انه قيامه الطفل الدرزه الدرزه قيامه الطفل الدرزه هي من تعتبر اعجوبه كثير كبيره وخاصه بعده حفيده موجود بعد عائلته موجوده وبيحكوا بهالامر انا بدي اشكر متابعتكم لالي وبالنهايه مثل الحلقه بصلي نشكرك يا رب على حضورك الدائم بيناتنا بشفاعة أبونا القديس نعمة الله الحرديني ببارك بيوتكم ببارك حياتكم ببارك صلاتكم يا أبونا نعمة الله الحرديني باركنا وعلمنا كيف الشاطر بخلص نفسه مجد الآب والابن والروح القدس سلام الرب يسوع معكم إلى اللقاء